ومؤسسات كتير في العالم بتقطع إسرائيل، وللأسف الأنظمة العربية تطبع مع إسرائيل. أنا عندي عدة مؤشرات، يعني في تراجع في المراجع الدينية إسلامية ومسيحية عن الموقف الحازم من زيارة القدس. أنا عندي النظام المصري بيقال إنه كان بديفيد في وجدان المصريين. أنا عندي النظام المصري قال دولة فلسطينيتها عاصمتها القدس الشرقية، بينما ملك السعودية بيقول عاصمتها القدس. يعني احنا شوف احنا موقفنا بقى فين، بيتراجع عن ايه. ما حدث بالثورة وبسبب الأوضاع السياسية الحالية، كل التحية والشكر للأحزاب السياسية المشاركة في هذه المبادرة. الحقيقة أنه انتفاضة 87 والطابع الأخلاقي الذي أضافته والذي أعتبره أنا شخصيا أن هي أعظم انتفاضة أخلاقية في التاريخ، واللي أكدت على أنه القضية الفلسطينية مش بس هي قضية لاجئين، ومش بس هي قضية ناس عايز ترجع بيوتها، إنما هي قضية وطن تم اغتصابه على إيد عصابات، هي قضية أبرياء تم تهجيرهم من بيوتهم ومن منازلهم ومن أراضيهم، هي قضية أبرياء آخرين تم اغتيالهم بدم بارد وتم اغتيالهم في صمت مخزي من الجميع.